أخبار اليوم. رغبته في دعمنا ودعم مؤسسة أخبار مش بس في اتجاهات الصحفي لكن كمان في اتجاهات تطوير المؤسسة من كل نواحيها، لأن الحقيقة احنا كنا بنفتقد جدا عنصر التدريس في المؤسسة، ودي من أول الحاجات يمكن اللي هو لما جيت كلمني عليها قال لي عايز تدريس في كل المجالات، عايز محاكش في المؤسسة ما يحصلش على التدريب، عايز تدريب أحدث أنواع التدريب اللي ممكن تكون في بره المؤسسة، يعني إن احنا نقدر نحصل على أحسن أنواع التدريب. وفتح الموافقه كل جواب في حد اتدرب في المؤسسه. النهارده انا سجلت الرقم انا وفريق عملي، وانا مهتمه جدا بفريق عملي، رقم 466 متدرب من مؤسسه اخبار اليوم. ده بيعني قد ايه التنميه البشريه نجحت في الفتره دي، انها نحط ايدينا على كل احتياجات مؤسستنا من داخل مؤسستنا، وان احنا نجيب الخبراء الكبار زي الاساتذه العظام الموجود معانا وكتير منهم المشاركين الحقيقه اللي بيفرحوا جدا وبيدوا روحهم وعلمهم كل الاخبار اليوم. المنحة دي منحة متميزة جدا، هي مفروض انها استاذ ياسر كانت الفيرست لاين مانجمنت، يعني الشباب الصغيرين قوي اللي هم لازم يبتدوا، حصل عليها خناقة كبيرة جدا، يعني ما بقيناش ملاحقين بقى الكبار والصغيرين، ده هنحط دول ولا هنحط دول في الإدارة، لكن احنا اتفقنا في الآخر خوفا خوفا من ان احنا ما نعرفش نكررها، برغم ان الاستاذ شريف خفاجة عمل لنا اتصالات كبيرة جدا وبشكره جدا للمرة المليون، قدرنا ناخد منحة 80 متدرب مرة واحدة في المركز 10 أيام، في 40 متدرب صباحا طبعا حضرتك عارف و40 متدرب مساء. سيادة المستشار وزير المستشار وزير الاتصالات الدكتور محمود وهلان واللي هو محمد داوود المدير التنفيذي للمشروع، الحقيقة كانوا غاية غاية التفاهم معانا والاحتياجاتنا والتحويل للبرامج لمدير التحرير التنفيذي ومدير الصحفي ومدير التدريب. اهم حاجه حصلت فيه ان الاساتذه اللي قلنا واحيي منهم يعني كبير مدربي اساتذه مصر وابنه الفاضل المدرب دكتور اكرم، وكتير طبعا بقيه الفريق كله اللي كانوا في منتهى الالتزام والنظام، الحقيقه غيرونا حاجه مهمه جدا، حسسونا ان اول حاجه ان احنا ازاي نبقى عيله، لان فريق العمل معناه تواصل بيننا، ان احنا وكان دعم التواصل ده موجود حضرتك معانا النهارده، علمونا ازاي مهارات التفاوض، كتابه التقارير، ازاي نكون فريق العمل وننجح في الشغل فيه، ازاي ان احنا نعرف اداره الوقت، ودي حاجه يعني ممتاز الصحفيين بعد خبرتهم على اداره الوقت على فكره لانه مش في دماغهم يعني، فطبعا لما بتحط الدور اللي بيقول انا بقول النهارده احنا حطينا بس والناس تمر جوه، لكن ان شاء الله نور هينبسط يوم ولا يوم. واشكركم جدا 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 على مجهودكم، والحفله اللي انتوا عاملينها لنا وعاملينها للمؤسسه كلها ده دليل قد ايه الدوله حققت حاجه جميله بينا. ارجو ان اللي حصل جوانا ده المره دي اخلاقيا ومجتمعيا ومن ناحيه علاقتنا العاطفيه ببعض ومشاعرنا، ده اعتقد جاسر بيقول لكم ازاي المؤسسه زمان كانت بتندمج كده، وياسر كان جاي عايز يعني معلش بقول ياسر لانه ابني، يعني مش عشان هو رئيس مجلس اداره ورئيس التحرير ورئيس كل حاجه، بس هو ابني انا مش عارفه اتخلص من ان هو ابني. ففرحانين جدا بوجودك معانا، شاكرين جدا للدعم الموجود في مركزنا، دايما متمنين ان شاء الله ان انتم تبقوا مدينه ارجاء المركز بحب وثقه كده زي ما انتم. يمكن بالصدفه النهارده احنا عندنا وزير الاتصالات موجود معانا في المنتدى النهارده، هنتكلم جزء من الكلام بالتاكيد على التوسع في مساله التدريب وفي التعاون المشترك بيننا وبين الوزاره في نيوز روم وفي ادخال السيستم بتاع اداره انتاج الصحف، صحف اخبار اليوم كلها كل اصداراتها. احنا ماشيين في البرنامج ده وان شاء الله نشوف التعاون ممكن مع وزاره الاتصالات احسن ما تعاونوا مع القطاع الخاص. احنا بالنسبه لنا مسألة التدريب دي مسألة أساسية، لأن النمو المعرفة والتسارع في التقدم مش هنقدر نلاحقه إلا بالتدريب. إحنا عندنا أنا ما يشغلنيش أبدا في كام واحد موجود في دار أخبار اليوم، العدد مسألة ما ببصلهاش، المفروض إن إحنا نحقق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من الزملاء اللي موجودين
من خلال التنميه البشريه والتدريب المستمر. انا بقول لحضراتكم اي حد من الزملاء متصور ان في برنامج معين للتدريب في اي مجال انه ممكن يضيف له، حتى لو موجود بره نقدر نعيد تصميمه ونعمله في مصر. ما تواناش عن انه يقدمه لي، وانا هنسق مع الدكتوره سميه او اقدمه للدكتوره سميه، واحنا تنسيق مستمر في اي مجال، بالذات في المجالات اللي ملهاش يعني نظير قوي في مصر، لان احنا لازم نطلع على عشان نقدر ان احنا نلاحق العالم، ما نشوفش هو واقف فين دلوقتي، شوف هو بيفكر في الخمس سنين الجايين هيبقى فين، واخطط انا للخمس سنين الجايين، لان هفضل طول عمري وراه، لو انا هشوف ده فين عمال امشي واوصل له هيكون هو قفز، انا معدلاتي يعني عدديه وهو معدلاته هندسيه، كده عمرنا ما هنوصل. احنا عندنا تحديات كبيره جدا في المؤسسه. تاني بتكلم، انا مش من الناس اللي بيفكروا في مساله تخفيض النفقات، لا سيما ان غالبيه النفقات عندنا هي اما اجور او مستلزمات انتاج. ما نقدرش نخفض الاجور ونجيب احباط للناس طالما ده حقوقهم، وما اقدرش اخفض مستلزمات الانتاج لان ده معناه ركود، ومعناه ان انا بحجم نشاطي ما بتوسعش، لو افكر فيها ازود المواد وازودها بمعدلات اعلى، اتمنى يعني معدلات اعلى من زياده النفقات. ده الحقيقه عايز تضافه كل الجهود بين الزملاء، التحرير يتحسن، الاعلانات منطقيا، التوزيع يزيد، الاعلانات تروح. لو حصلت الحلقه ديت هنقدر نوفر حاجات كتير جدا. عندنا نتيجه ظروف البلد، احنا ما بنشتغلش في الفراغ، في ظروف للبلد عاشتها خلال الثلاث سنين اللي فاتت، اوضاع اقتصاديه اهتزت، السوق ما بقاش بنفس قلب النشاط اللي كان موجود قبل كده، انعكس على الاعلانات مباشره. اول حاجه يعني بتتاثر بالركود الاقتصادي هي الاعلانات، فيما عدا يمكن قطاع او قطاعين. قطاع العقارات على سبيل المثال هو اللي بيروح في اوقات الكسل في الاعلانات. نرجو ان الزملاء في الاعلانات ياخدوا بالهم من كده، محدش بيعمل اعلانات على قريه سياحيه متباعه، مش كده؟ بيعمل على حاجه ما اتباعتش. ايضا في قطاع السيارات يمكن الاثنين غير كده. احنا بنفكر في حاجات بالنسبه للمؤسسه في التحرير، ما ينفعش ان احنا لسه بنشتغل ورقه وقلم في حاجات كتير، واحنا او بنشتغل الكمبيوتر ونحوله لطبعه ونكتب على الكمبيوتر ونطبع، يعني ما عملناش حاجه، حولنا القلم لكيبورد ونرجع تاني. الكلام ده مش هياخد وقت، وانا كان ليا تجربه والزملاء ليهم تجارب اللي كانوا بيشتغلوا بره، المصريين دخلت في اسبوعين. احنا ان شاء الله هندخلها مش في اصدار، هندخلها في ال 12 اصدار. على الاقل بالنسبه للصحف اليوميه ثم الاسبوعيه، يعني بالنسبه للاخبار والمسائيه بقول الصحف اليوميه، يعني الاخبار واخبار اليوم. بنتكلم على النيوز روم. في الظروف اللي احنا فيها المفروض بنشوف نقدر نرشد نفقاتنا احنا، ونقدر ان احنا ناخد استفاده من اجهزه الدوله المختلفه الاول، لان احنا مال عام 100% وهم مال عام. فاذا بتتكلم على تعظيم موارد الدوله والاستفاده من مواردها نفكر بالشكل ده. بنفكر في التوسع في طبعات عربيه، بس لازم نعتبر الطبعات العربيه ينظر ليها انها زي انها صادرات. انت بتصدر فكر، بتصدر اسلوب حياه مصر، بتصدر او عايز اقول بتمد امنك القومي فعلا عن طريق اداه الاعلام لحد الدول العربيه. فمش يعني الحقيقه طبعا في تكلفه عاليه جدا لما توصل للدول العربيه، بيبقى عندك تكلفه عاليه. فزي ما حضرتك بيدعموا رجال اعمال، عاملين لهم دعم الصادرات في صندوق دعم الصادرات بيديهم، فاحنا دي لابد من مراعاه. ما بتكلمش على اخبار اليوم بس، بتكلم على اخبار اليوم والاهرام، لازم نظره للموضوع ده. احنا ان شاء الله زي ما بقول محتاجين جدا بالذات في قطاع المطابع في مساله التدريب، واحنا على ابواب ان احنا نخش في مطبعه جديده. الناس لازم مطبعه، احنا بنتكلم على مطبعه عمرها 18 سنه، بنتكلم على مطبعه دلوقتي المفروض
يعني لما بيشتغل ان شاء الله يبقى على نهايه 2017. احنا في 2014 2016، لو ربنا اراد مشيت بالجدول الزمني وتوفرت الموارد الماليه ان شاء الله، فاحنا يعني هيبقى في فرق بينها وبين المطبعه الثانيه 20 سنه. يعني جرت تحت الرسوم مياه كثيره في مساله التقدم في البرامج وغيره، يمكن طريقه الطباعه واحده، لكن لازم يبقى في تدريب مستمر للمولين، لازم يبقى في نقل خبره، لان هيبقى في مهندسين شباب ما تقدرش انك تقف عند مرحله عمريه معينه فتنقل لهم الخبره. فانا تاني طولت على حضراتكم، بس بتكلم تاني على اهميه التدريب، بركز عليها. اذا عايزين نتطور لازم نواصل التدريب ونصمم احنا البرامج اللي تحقق الاستفاده اللي احنا عايزينها في كل المجالات. انا بشكر حضراتكم وبتمنى لكم كل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا يعني ليا الشرف ان انا يعني اجي في مؤسسه اقوال اليوم واقعد مع حضراتكم في جريده عريقه، وبامانه يعني عاوز اقول كلمه، يعني حته التدريب ده اساس كل شيء. فتخيل حضرتك طياره والطيار بتاعها مش متدرب، ملهاش قيمه. فالتدريب ده من اعلى القيم، ويمكن بعد ثورة 25 يناير فعلا التدريب في الوزارة وصل لأدنى مرحلة، لغاية لما جه معالي الوزير المهندس عاطف حلمي، وبأمانة يعني اهتم بالتدريب جدا. الوزارة بتأهل شباب الخارجين، تديهم دورات مش عشان ياخدوا دورات لكن للتوظيف. ولما جيت هنا في مؤسسة أخبار اليوم بأمانة ما كانش ليكوا حاجة، يعني بأمانة، بس لما قعدت مع الدكتورة والدكتوره مول لما جت عندنا في الوزاره انا قلت ماشي، يعني هتشوف. ف يعني حتى احنا يعني زي ما تقول ايه الترزيه كده، كيفنا كورسات تخدمكم. لكن هو على فكره انا كنت في اجتماع مع معالي الوزير قبل ما اجي هنا، قلت له انا جاي مؤسسه اخبار اليوم لانه عاملين، قال لي كم واحد؟ قلت له حوالي 80 واحد وهيسلموا الشهادات، وهو مشجع قوي الكلام ده كله. وهقول لكم حاجه، انا لسه ماضي منه ممارسه برضو فيها مانجمنت، فيها سواء للتوب والميدل والفيرست لاين، فيها للاتش ار، فيها يعني كل الحاجات. طب هقول لك دلوقتي، هقول لك ودي معموله للقطاع الخاص، بس انا بقول لحضراتكم لو اي عدد عاوزينه انا تحت امركم. يعني هتبدا تقريبا بعد اسبوعين بالظبط، فاي عدد انتوا عاوزينه انا ما عنديش مانع. حته الاي ماركتنج للشباب، انا عارف لو انتوا عاوزين ادوني الوقت الاسماء، وانا في خلال 10 ايام هينزلوا يشتغلوا. انتوا كنت قايل على السكيورتي، اديني السكيورتي اي حاجه، واي واحد حضرتك تدينا كل البرامج واحنا نقول لك. لا وهقول حاجه، اي واحد عنده اي واحد عنده قريبه معرفته اي حاجه متخرج وعاوز ياخد كورس تدريب وفي النهايه بيشتغل، يديني اسمه، هتصل هاخده هوديه للشركه. بس طبعا هيبقى عشان تبقى فير بامانه، هيبقى فيه امتحانات انجليزي، قدرات، اي تي، واللي ينجح بيخش فيها. فرساله الوزاره فعلا، لحتى يمكن يوم الخميس اللي قبل اللي فات كان المهندس عاطف حلمي الوزير كان مع الرئيس في اجتماع، الرئيس قال له لما جه في التدريب قال له لا اتوسع، ادي، انا عاوز كل الشباب يعرف اي تي. فيعني ميزانيه الوزاره تقريبا انا واخدها منه في التدريب. طب واحنا ناخدها، فاي حاجه انتوا عاوزينها انا تحت امركم. واشكركم يعني بصراحة على الحفلة دي، وبعد أشكر حضرتك إن أنت سمحت لي إن أنا مع حضرتك، وأشكر حضراتكم جميعا يعني، وبالتوفيق بصراحة للجميع. Thank you.
تمام. حلو كده تمام. شكرا.